بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أحبائي الكرام في قناتكم، قناة تفسير حلمنا واللي يهمنا. حلمنا النهاردة جاي من فلسطين. صاحبة الحلم بتقول: حلمت أم زوجي إن طفلة صغيرة جميلة جدا بحضن زوجي وكانت تبكي. أخذتها أم زوجي بحضنها وحاولت تهدئتها، وكانت بالغرفة امرأة لابسة عباية سوداء تقول لأم زوجي: لا لا تقربيها، هذه الطفلة تعبانة. ردت عليها أم زوجي إنها ما فيها شيء، إن شاء الله خير، وسكتت الطفلة. أقول بالله التوفيق في تفسير هذا الحلم. طبعا إن شاء الله سوف يرزق الله زوجك بالخير، لكن هناك من يبعد عنه هذا الخير دائما ويسيء له الخير، لكن عليه ألا يسمع كلام غيره، وخاصة في أمور حياته، وأن يستخير الله ويقدم على ما أتاه الله له من خير. هذا هو تفسير الحلم، والله تعالى أعلى وأعلم. أذكركم أحبائي الكرام متابعة قناتكم قناة تفسير حلمنا واللي يهمنا. طبعا ما تنسوش ترك أحلامكم في الفيديو في التعليقات، وإن شاء الله سوف يتم الرد عليكم عبر الفيديوهات القادمة. وما تنسوش طبعا تسيبوا لي آرائكم على الفيديوهات إن شاء الله، وما تنسوش تراسلوني على صفحة تفسير حلمنا واللي يهمنا الخاصة بالفيسبوك أو الإنستجرام. سايبالكم اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف. ألقاكم على خير مع تفسير آخر وحلم آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.